بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس في الحج. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، سمي يوم الحج الأكبر لأنه تفعل فيه المناسك من رمي ونزول بمنى وغير ذلك من مناسك الحج، نحر رمي ونحر ونزول بمنى وصلاة للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فهو يوم ذكر لله عز وجل، ويرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده سعي الحج إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وكان قارنا أو مفردا، ثم يرجع إلى منى ويبقى فيها أيام التشريق يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ثلاثة أيام بعده، هذه أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، تسمى أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحوم، لحوم الهدي، ينشرونها في الشمس من أجل أن تجف، فسميت أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ينزل فيها في منى ويرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى وهي ما يلي منى، ثم الوسطى، ثم الكبرى وهي الأخيرة، كل يوم بعد زوال الشمس بسبع حصيات، كل واحدة بسبع حصيات، ليكون المجموع 21 حصاة في كل يوم من أيام التشريق. وقت الرمي يبدأ من الزوال، من زوال الشمس ودخول وقت الظهر، ويستمر إلى طلوع الفجر في المساء، فإن رمى في النهار فهو أفضل، وإن تأخر إلى بعد المغرب أو بعد العشاء فله ذلك، وهو الرمي في المساء، وهذا من تيسير الله وتوسعته على عباده. هذه أيام التشريق، أي الأعمال التي فيها أن يكون نازلا بمنى، أن يصلي فيها الصلوات الخمس مع قصر الرباعية بلا جمع، أن يبيت هذه الليالي في منى، هذه واجبات من واجبات الحج، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أكل وشرب من الهدي والأضاحي ومن لحومها فكلوا منها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وأطعموا القانع والمعتر، فيأكل ويطعم ويتصدق من لحومها ويدخر من لحومها إذا أراد، كل ذلك جائز ولله الحمد. فهذه أيام التشريق لا يجوز صيامها لأنها أيام عيد، إلا عن دم متعة أو قران لمن لم يجد الهدي، لأن الله قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، فيصومها قبل يوم عرفة إن أمكن، وإن أخرها إلى ما بعد عيد الأضحى جاز له ذلك، فيصومها عن الهدي ثلاثة الأيام، لقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج، تقول عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة وقران.